والله العظيم الروح دي كانت موجودة عند فرقنا جوه النادي، محدش فيهم لا كان بيتصل يطلب طلبات ولا بيتكلم، مقدرين ان اخواتهم في ازمة. وفي نفس الوقت ده بالنسبة لكل الفرق بقى، الالعاب الاخرى وفريق كرة القدم اللي نزل واتمرن وكانوا بيعملوا في صمت ومش بيتكلموش وبيستعدوا لماتش الجمعة وعارفين المسؤولية اللي عليهم وبيساندوا اخواتهم وبيكلموهم وبيتصلوا يعرفوا هاي وصلتوا لإيه عملتوا إيه. وكانوا حتى في نهائي السوبر المحلي كانوا هم الأحق، بس خلاص ضربات جزاء ما فيهاش بقى، يعني خلاص ده بيبقى وصلت لأبعد صورة ممكنة. وبرضو عايزة أشكر شيكابالا وعمر جابر وحمزة المسلوسي اللي ناس مش كله بصراحة، لأن جمهور الزمالك ده جميل جميل عظيم وساند. بعض الناس اللي كانوا بيهاجموا الثلاثة دول بيهاجموا شيكابالا، مع شيكابالا والموضوع ده اتشرح بدل المرة ألف، شيكابالا ما كانش ده ترتيبه في ضربات الجزاء، لكن جاله مش لاك يعني خلاص راجل برضه محترف ومش عايز يدخل في الحتة دي، انه يعني طلب ان انا ما شوطش ضربة الجزاء الحاسمة. الراجل دخل بمنتهى الرجولة والمسؤولية وتحمل المسؤولية على كتافه وعمل كده. كتر خيرهم، دول كانوا بيلعبوا في ظروف صعبة مموتين نفسهم في الملعب، وده نتيجة بجد المحاضرة اللي حصلت من قبل مجلس إدارة طبعا بالكامل وجوميز والكابتن حسين لبيب اللي شحنوهم معنويا، لعبوا عشان خاطر اصحابكم، لعبوا عشان مش عارفة ايه، لعبوا كانت حت يعني محاضرة عظيمة وجماهير بقى في الاستاد في منتهى الجمال. الأول مجلس إدارة دعمهم وجهازهم الفني قبل ما يتحركوا، الجمهور في الاستاد، الزمالك ده سلسلة كاملة كده كل أطرافها عظيمة 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 عظيمة، من إعلامه ومن مجلس إدارته ومن جماهيره ومن لعيبته ومن أجهزته الفنية. كم أنت جميل وعظيم يا كيان الزمالك، وكل اللي بيدخل جواك باستثناء يعني بعض الحالات الشاذة، يعني كل اللي بيدخل جوا الكيان ده بيبقى محب وداعم ويعني وبينسجم، ويعني حاجة جميلة جميلة. عايزة أقول لكم كابتن عبد الواحد هناك كان طول الوقت، يعني لما كانوا الناس من مجلس إدارة بيروحوا يشوفوهم سواء أحمد خالد الدكتور حسام طبعا كابتن حسين لبيب على رأس الجميع، بيلاقوا إن عبد الواحد قد إيه معنوياته مرتفعة وبيتكلم مع اللعيبة طول الوقت، مفيش حاجة ودي أزمة وهنخلص ونخرج يا سلام على الجمال. كان طول الوقت يعني مش قادرة أحكي لحضراتكم على قد إيه كان عادي معنويات مرتفعة عشان اللعيبة جنبه ما تقعش معنويا. كان كل الناس واحد بس ما كانش عارف يتكلم الكلام ده. الحلقة اللي فاتت كان احنا كنا بنعيش أسوأ حالاتنا النفسية، ولكن الحمد لله الحمد لله، شكرا للدولة المصرية، شكرا للدولة الإماراتية، شكرا لمجلس إدارة نادي الزمالك العظيم، شكرا للسفير المحترم شريف عيسى، شكرا لوزير الشباب والرياضة، كل الناس اللي كانت مساندة، شكرا من قلبنا، شكرا لسمو الشيخ محمد بن زايد. الحمد لله إن احنا دلوقتي هنا الحمد لله. ويا رب دايما كل منظومة الزمالك متكاتفة ومتجمعة مع بعضها وماسكين في ايدين بعض، من جماهير، اجهزة فنية، من لعيبة، من مجلس، من قناة، من 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 منظومة اعلامية ومركز اعلامي، من كل حاجة كل حاجة. يا رب دايما متجمعين ويا رب دايما مع بعض، ولا عزاء للشامتين ولا المتزملكين، لا عزاء. احنا معانا جمهور الزمالك في ظهرنا، معانا الزملكاوية الاصلة بجد. اللي عايز بقى يعني يدخل في الأزمات كده الله يسهل له، احنا الحمد لله وبخير، ودايما الزمالك بكل الناس الحلوة اللي معاه دي لازم يبقى بخير بعد فضل ربنا طبعا علينا.